اكيد اراء مهمه للكابتن محمد اسماعيل رئيس قطاع الناشئين بالاسماعيلي. انا شخصيا ما عنديش تعليق، ان احنا هنا كل حلقه بنقول الكلام ده، فياريت بقى المسؤولين هم اللي يستجيبوا. عايزين نروح بقى اخيرا لاكاديميات النادي الاهلي. كابتن عبد المنعم شطه رئيس اكاديميات النادي الاهلي، بينظموا دلوقتي في الاكاديميات الدوري الداخلي لجميع فروع اكاديميات النادي الاهلي، ده شيء جيد. البطوله بتنظم في مدينه نصر وفي الشيخ زايد، لكن الاحلى من كده بقى ان البطوله مقامه باسم السنه دي باسم اللاعب مؤمن زكريا، ده شيء جيد جدا. بالمناسبه مؤمن زكريا انا كلمته من حوالي 3 ايام، كنت ببارك له طبعا على برونزيه كاس العالم في كاس العالم للانديه، وما شاء الله لقيت صوته كده متفائل، صوته سعيد. يعني مؤمن زكريا ما شاء الله يعني في خطوات ايجابيه ومهمه جدا في علاجه، فحتى كنت بتكلم معاه بقول لي يا رب ان شاء الله العشره الاهلي ياخدها وانزل الملعب زي التسعه، والسنه دي بقى ما شيلش الكاس، لا ده انا عايز العب واكون موجود في المباراه النهائيه، واحنا بنضم صوتنا لصوتك يا مؤمن ونقول يا رب ان شاء الله ترجع مره اخرى تمتع بصحه جيده. نروح نشوف التقرير ده عن الدوري الداخلي لاكاديميات النادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل نستقبل ضيفنا نجم الكره المصريه ونجم الدراويش كابتن سيد بازوك. الفترة الأخيرة دي هي مؤمن زكريا كان هو يعني أقرب الناس إلى أنه نقف معاه في محنته، لاعب قدير، لاعب مخلص للنادي، تواجد في فترات كثيرة جدا مع النادي الأهلي، قد تدفعه إن شاء الله يكون موجود معنا إن شاء الله في ختام هذا الدوري ويسلم الكاس للفايز، أو يعني يكون له دور معنا في هذا الأمر زي ما حصل في الدوري وحصل في بطولة أفريقيا ومناسبات أخرى. فطبعا كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط الحقيقة كانت حريصة جدا على أنه يتم هذا الأمر، واتفقنا على اتفاق سريع مباشر بدون أن يكون هناك أي نوع من التردد. يمكن احنا الحمد لله عاملين دوري قوي جدا، كرة القدم باسم كابتن مؤمن زكريا، حاجة كويسة جدا أن احنا نفتكر كابتن مؤمن زكريا، ودي حاجة بسيطة وحاجة قليلة أن احنا يعني نعملها لكابتن مؤمن زكريا، يعني اسم كبير ودا للنادي الأهلي ومن أبناء النادي الأهلي. يمكن احنا عملنا الدوري ده على جزئين، الجزء الاولاني كان في مدينه نصر، نادي الاهلي مدينه نصر، كان عندنا برضو كان عمل فيدباك مع الناس كويس جدا، وعمل شكل كويس وسمع جامد جدا. ويمكن احنا الجزء الثاني هنا في شيخ زايد الحمد لله عندنا خمس افرع موجودين. ده حاجه عاملينها طبعا لكابتن مؤمن زكريا، طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله. ده الهدف منه ان احنا كنا الاكاديميه عندنا دايما هدف ان احنا بنستثمر دايما لعيب ان ينضم لقطاع ناشئين، فقلنا عن طريق ان احنا قسمنا كل الفروع كلها، اشتغلنا عند 13 فرع عندنا قسمناهم لمجموعتين، على مجموعتين، مجموعه في مدينه نصر ومجموعه في الشيخ زايد. المجموعه اللي احنا دي كان المرحله الثانيه اللي في الشيخ زايد، شغالين ان شاء الله باذن الله على اربع مراحل سنيه 2011 و2010 و2009 و2008، وباذن الله معانا طبعا مدربين من قطاع الناشئين طبعا بيجوا يبصوا على من خلالنا برضه، من خلال اللجنه اللي فيها كابتن شطه وكابتن حماده وكابتن امير واللي عاوز يمكن بتاعنا معاهم في اللجنه لاختيار افضل لعيبه طبعا للانضمام لقطاع الناشئين. الهدف من اليوم اولا طبعا بيبقى لقاءات بين الولاد وبيبقى تعارف بين الفروع، زائد ان مدربي قطاع الناشئين يعني متواجدين في الملاعب بينتقوا افضل العناصر طبعا لضمها لقطاع الناشئين. طبعا ده تجمع كويس، الناس اكيد هتستفاد منه كتير، واكتشاف مواهب جديده للقطاع، وحاجه كويسه يعني لقدام في السنه الاستثنائيه اللي احنا موجودين فيها دي في كورونا. يعني احنا مبسوطين جدا ان احنا هنا في يوم رياضي جميل جدا، وفكره جميله جدا ان احنا بنقول حاجه كويسه قوي او بنعمل حاجه كويسه قوي، والمقصود من اليوم الرياضي الجميل دوت ان بنطلع او بنكتشف المواهب الموجوده على مستوى اكاديميات النادي الاهلي على مستوى محافظات مصر كلها، وده الهدف من اليوم الرياضي الجميل دوت. يعني فكره طبعا جميله وفكره ممتعه طبعا، ان احنا طبعا بنحيي كابتن مؤمن زكريا وكلنا بندعي له بالشفاء، ويا رب ان شاء الله كده يكون يوم جميل. شايفين اللعيبه كلها مستمتعه، اكاديميات ست اكاديميات متجمعه في يوم واحد، منافسه جميله بين اللعيبه وبين الفروع،
فرصة للعيبة النهاردة كل واحد يعلن عن نفسه ويثبت أنه هو مستواه ممكن إن شاء الله يأهله أنه ينتقل لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. إحنا كل اللي بنتمناه أن إحنا نصعد لعيبة من قطاع الأكاديميات إلى قطاع البراعم في النادي الأهلي، ودي طبعا منظومة النادي الأهلي اللي إحنا متعودين عليها. إحنا متعودين على النادي الأهلي إدارة، حسن الإدارة. دوري مؤمن زكريا ليه أكتر من هدف. الهدف الأولاني إن هو بيدي حافز للعيبة الأكاديميات لجميع الأفرع طبعا بالثقة لخبراتهم من خلال إقامة المباريات الودية. الحاجة التانية الكشف عن الموهوبين، وده الهدف الأساسي بالنسبة لمؤمن زكريا، لأن هدف أي لعيب دلوقتي ملتحق بأكاديمية النادي الأهلي إن هو يلتحق بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي طبعا. تمام، فدول الهدفين الرئيسيين بالنسبة للدوري مؤمن زكريا.